وهذا الشيء اللي خلانا اننا نقوموا بتنظيم هذا التظاهره ورانا في المرحله الرابعه يعني في الدوره الرابعه. دونك هناك حوالي 50 مشارك اللي كان تم اقتناؤه من خلال حوالي 100 طلب، خيرنا 20 من خارج الولايه و30 منا من مدينه سطيف، راح يتنافسوا على الفواره الذهبيه والبرونزيه والفضيه. لما نلقى ناس كثير من هذا الشباب يحب يمارس هذا النوع من الفنون، ولكن دائما انا نقول باللي الممارسه هذه تجيب ممارسه قبلها، يعني الشاب لازم يكون متحضر من كثير من يعني يكون عنده تجربه مسرحيه باش يقدر يدير مونولوج بالمفهومه الدرامي بمفهومه الكلاسيكي. الحمد لله كاين عروض نتمناو تعجب الناس، ونتمناو ثاني احنا نستفادوا منها ونكونوا رواحتنا، لا لما لا نكونوا ان شاء الله فنانين.